له هو يكون صائم في حالة صيام. ذهب أيضا إلى لينت على تامي أبراهيم، عودة زانيولو للمنافسة كانت، وبيليغريني أيضا أنا وضعهم خلف المهاجم مهم جدا. ميخيتاريان صحيح أنه اليوم هل هو جاهز 100%؟ لكن يبدو أن هناك لاعبين على دكة احتياط قادرين على تعويض ميخيتاريان في أي وقت. لكن ميخيتاريان دوره لماذا هو رسمي؟ اختيار مدرب لديه أسباب، والأسباب أن ميخيتاريان من اللاعبين اللي قادرين على التحول السريع، اللاعبين أنه عنده سهولة ومرونة في الدوران بسرعة، أنه تلك التمرين الحاسمة إلى الأمام مهمة جدا، ممكن أن يتحكم حتى في رتم المباراة لكن عندما تلعب شيئا ما بالدفاع متأخر تحتاج لاعبين في وسط الميدان أن يحولوا عملية افتكاك الكرة إلى هجمة مرتدة بسرعة إلى الأمام، وهذا عملية الدوران مهما، كما كان عبد العزيز السليطي مع العربي.